أعزائي أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. اليوم الجمعة 24 من يوليو لعام 2020. أبدأ بأن أنعي لمصرنا العزيزة ولوطننا العربي أخي وصديقي الأستاذ الدكتور عادل حسني رائد زراعة الكبد بمصر، وأسأل الله له أن يسكنه فسيح جناته جزاء لما قدمه لطلابه ولمرضاه ولوطننا العربي. أما عن موضوع اليوم فهو ما قل ودل وخلاصة الكلام عن محنة هذه الأيام، عن محنة وباء COVID-19. والسؤال الذي يشغلنا جميعا هو إلى أين وكيف سينتهي هذا الوباء؟ وهنا الإجابة تنقسم إلى شقين، شق جيد وشق غير جيد. وكعادتنا نبتدئ بالشق الجيد، فهذا الفيروس كغيره من الفيروسات بيتحور إلى صور قد تكون أكثر عدوى وأكثر انتشارا، ولكنها بالقطع، وهذا الخبر الجيد، أقل فتكا، أقل قتلا وحصدا للأرواح. طب واحد يقول لي أنت جايب الكلام ده إزاي؟ بدون الدخول في متاع حسابية، إنه واضح إن نسب الإصابات، عدد الإصابات بيتزايد بطريقة رهيبة، بيصل إلى عشرات الآلاف في اليوم الواحد في كثير من الدول. في الولايات المتحدة مثلا أكثر من 70,000 حالة إصابة في اليوم، ومع ذلك كلنا واخدين بالنا إن عدد الوفيات لا يرتفع إلا بنسبة قليلة جدا. يبقى الإصابات بتزيد جدا، الوفيات بتزيد بس نسبة الوفيات إلى الإصابات 100% بتقل، وهذا إن دل يدل على إن الفيروس قد تحور إلى صور أضعف، وعلى ذلك نحمد الله. نسبة الوفاة دلوقتي بتقل عن 1%، وده شيء جيد. في المطلق دي نسبة عالية، لكن مقارنة بغيرهم الأوبئة طبعا يعني نسبة جيدة جدا. ثانيا، وهو الموضوع الأساسي اللي هو الشق غير الجيد، إن هذا الفيروس، وأقولها آسفا، جاء ليبقى. يعني فكرة إنه هيرحل تماما عن عالمنا هذا غير مطروح، وسيظل يحل علينا ضيفا غير كريم كل شتاء وكل خريف ولسنوات لا يعلمها إلا الله وحده. وفي كده هو زي فيروس الإنفلونزا، لكن طبعا لما قارنوا فيروس الإنفلونزا هو بالقطع أكثر انتشارا وأكثر عدوى وأكثر حصدا للأرواح. فلو شفنا أنه خد أكثر من 600,000 روح في 4 شهور، ده فيروس الإنفلونزا في أسوأ السنوات بياخد هذا العدد في سنة، احنا العدد ده ضاع في 4 شهور اللي هو 600,000. وإيه؟ ومع غلق العالم إغلاق تام، شلل كامل في كل مناحي الحياة. في الإنفلونزا العدد ده بيضيع وإحنا الدنيا ماشي عادي خالص. ولكن عشان نكون محقين، هو بالقطع ليس بضراوة أبناء العمومة من فيروسات الكورونا التانية زي السارس وزي الميرس، وطبعا لا نقارنه بوباء الموت الأسود اللي هو الطاعون اللي حصل في القرن 14، وفي 4 سنين أخذ نصف الأوروبيين، نص أوروبا طارت في 4 سنين في القرن 14 من الطاعون. أو وباء الإنفلونزا الأسبانية اللي في 3 سنين وبدأ مع الحرب العالمية الأولى في سنة 1918 خد 50 ل100 مليون من البشر، وكان العالم في وقتها عبارة عن 2,000 مليار فقط. دلوقتي نيجي للنقطة الأهم، وهو طيب هو قاعد معنا
مش هيمشي لسنوات وربما أكتر، يقعد زي الإنفلونزا كده يحل علينا ضيفا غير كريم كل شتاء وكل خريف. طب نعمل إيه؟ هنا الإجابة بتنقسم أيضا إلى شقين، الأصحاء يعملوا إيه والمرضى يعملوا إيه. تدي بالأصحاء لأن هم الأكثر. طبعا كل واحد من الأصحاء بيقول لي نحن بانتظار المصل، والناس فاهم المصل ده هيحل الوباء حلا جذريا. آخر أخبار الأمصال إن إحنا في عندنا 20 مصل وصلوا للطور الإكلينيكي اللي هو التجربة على البشر، بتنقسم زي ما قلنا إلى 3 مراحل. أول مرحلتين على أعداد صغيرة من البشر لقياس الأمان، والمرحلة الثالثة وهي الأهم واللي هتبدأ بعد أيام على أعداد كبيرة من البشر لقياس الفعالية. في 20 مصل دول يوجد مصلان هما اللي يستدعوا الانتباه، المصل بتاع انجلترا بتاع أكسفورد، وعدوا ان هما في شهر سبتمبر من هذا العام هيبقى فيه 30 مليون جرعة، اعتقد معظمهم هياخدوا من الانجليز. والمصل التاني اللي هو بتاع امريكا بتاع شركة فايزر، وبيقولوا في نهاية ديسمبر مش سبتمبر هيبقى عندهم مليون جرعة من المصل أو من اللقاح، وهو برضو أتصور ليأخذهم هو الأمريكان. طيب أنا عندي على الأمصال 6 ملاحظات جديرة بالاهتمام، نعدهم مع بعض. 1، يوجد نتائج طيبة حول الأمصال لكن بالقطع لم يثبت بصورة قاطعة الفاعلية ومعدلات الأمان، لسه بيهبان في الفيس 3 اللي ما دخلناهوش في المرحلة الكلينيكية دي. أول نقطة. النقطة الثانية، الناس فاكرة أن المصل بيدي وقاية كاملة، هذا خطأ. المصل بيدي وقاية في 60-70% فقط، وهذه النسبة بتقل في كبار السن لأن عندهم المناعة أضعف. دي نقطة مهمة، يبقى ممكن أنا أخذ المصل وستيل أخذ العدوى بعد كده، مش المصل ده معناها أن أنا لا يعني أخذ أي احتياطات أو احترازات، لا، حتى مع المصل لازم نأخذ احتياطات. 3، إن ربما أو غالبا هنحتاج إلى جرعتين من المصل وربما جرعة ثالثة محفزة، يعني مش هتاخد جرعة واحدة. رابعا، ربما أو غالبا هنحتاج إلى هذا المصل كل سنة سنويا، لأنه قلنا ده مش هيمشي الوباء ده غير بعد سنوات، الله هو الذي يعلمها. 5، إن الأجسام المضادة، ما باخد المصل عشان يكون عندي أجسام مضادة ويحصل عندي مناعة، ده بياخد 21 يوم، ده مش كده وبس، ولازم الأجسام المضادة دي تتزايد لنسبة معينة عشان تديني مناعة كافية، وده طبعا هياخد أكتر من 3 أسابيع. دي نقطة مهمة. طيب النقطة السادسة، انه المصل مكلف جدا، فيكفي ان احنا نعرف ان الولايات المتحدة رصدت للأمصال ولعلاج فيروس كوفيد-19 $2 مليار، يعني 2000 مليون، وهم 330 مليون فرد فقط. فشوف بقى المجتمعات اللي هي الأقل ثراء، خلينا نقولها بطريقة مهذبة. فالمصل مكلف جدا، خاصة لما تتصور ان هذا المصل عشان يبقى ذو فاعلية في إيقاف الوباء لازم نصل الى مناعة القطيع. يعني ايه؟ يعني لازم نطعم، وافتح معايا ودانك، 70% من البشر، وكلنا يعلم ان تعداد العالم الآن 7.8 مليار، يعني عاوزين جرعات بالمليارات، عملية مكلفة جدا. بخلص من كل هذا الكلام على إيه؟ إن يبقى بغير مصل وفي وجود المصل وعبال ما يتم إنتاج ويتم تطعيم 70%، لابد من الالتزام بالقواعد الصحية الآتية، ولا أكل، وهقولها بشرحة أكتر النهاردة شوية. بنقول الماسك ثم الماسك ثم الماسك، هنا هقولها مرة أخرى، لازم كل مرة
كل الناس كل مرة كل الناس لما يخرجوا خارج المنزل يبقوا لابسين ماسكس. ليه؟ قلت ان الماسك اساسا بيحمي الاخر اكثر منه بيحميك انت. واحد قال لي انا مش فاهمها، ممكن تفهمهاني؟ اشرحها لك في ثلاث نقاط. واحد، لنفرض شخص حامل العدوى مش لابس ماسك، والشخص ده كح او عطس، بيطلع الفيروس في صورتين، في صورة افرازات تنفسية مرئية مبللة، حتى ساعات بتيجي على لقصاتك ويشوفها، دي بتمشي 2 متر، عشان كده بنقول التباعد الاجتماعي على الاقل 2 متر. ثم اخيرا ثبت انه بيطلع في صورة تانية، في صورة رذاذ تنفسي غير مرئي وبيجف، ده بيوصل 8 متر مش 2 متر، ويظل عالق في الجو لمدة 3 ساعات قبل أن يسقط الأرض. النوع الأولاني الإفرازات ده بيقع في الأرض على طول بعد 2 متر. طيب لو أنت حضرتك لابس ماسك، حاطط ماسك عدلته كده طبعا خلاص، ونحاول ما نلمسوش، لازم المعدن يبقى لفوق. لو أنت لابس ماسك، عارف ده بقى بيخلي كميات قليلة جدا من الفيروسات تطلع، لو حكحيت أو عطست أو كلمت بصوت عالي أو غنيت حتى لمسافة قصيرة جدا، أقل من قدم، قدم واحد 30 سنتي يعني، وبكميات صغيرة جدا، يبقى أساس الماسك ده بيحمي الآخر من انتشار العدوى. طيب ليه ما بيحميش الشخص أساسا؟ تعال نبص، لأن معظم الماسكات، وهي الماسكات الطبية دي اهي اللي بتلبس بهذه الصورة خلاص، ولازم طبعا تجيب على دقنك كويس، ولازم هنا تحط كده. انت عاوزك تلاحظ حاجة مهمة جدا، ان ستيل في مسافة اهي يدخل منها الفيروس، دي مدخل ايه دي، برغم ان انا عاملها كويس قوي بالمعدن وجبل تحت، وفي مسافة اهي، يبقى هو يعني ما بيحمنيش حماية مطلقة، لان ستيل لو الاقصادي مش لابس ماسك ونقل 2 متر الافرازات و8 متر الرذاذ هيدخل، سبيشالي لو انا عندي شنب ودقن مش هيبقى حابب كويس. عشان كده مع الشنب والدقن الفعاليه مش كويس، يفضل ان انا اكون ما عنديش شنب وما عنديش دقن. طيب ده الماسك اللي هو الجراحي. طب نيجي الماسك اللي هو احسن ماسك، اللي هو الN95، اهو الN95 ده بقى اللي بيحبك كويس قوي خلاص. ستيل من اسمه N95، يعني بيمنع نفاذ 95%، 95%، يبقى ستيل انت هتاخد. يبقى اقولها بطريقة ثانية، افضل وضع ان الشخص الحامل العدوى والسليم يبقى هما اتنين لابسين ماسك، لان في هذه الحالة ان انا اتعدي بنسبة 1.5% فقط. لو كلنا لابسين ماسك، يا 1.5% فقط، شيء رائع. طب لو عندي ماسك واحد، مين اللي يلبسه؟ الشخص اللي قصادي اللي هو حامل العدوى، عشان ما يعدنيش. لو انا ما لبسش ماسك وهو لابس، فقلنا بقى بيمنع الافرازات 2 متر والرذاذ لمدة 8 متر ويعلق، بيمنع ده كله خالص. فهو لابس ماسك وأنا مش لابس، بتزيد نسبة الإصابة 3%، أي 3 مرات أسف، تبقى 5% بدل 1.5 تبقى 5%. لكن لو أنا لابس ماسك والشخص اللي هو عند حامل عدوى مش لابس ماسك، لا صور، عشان هينشر بقى هو العدوى وهو مش لابس ماسك بقى 2 متر و 6 متر وتقعد 3 ساعات في الجو، أو هيدخل لي بقى من الفتحات اللي قلناها دي، فبتزيد نسبة الإصابة عشرات المرات. أقولها بطريقة ثالثة وأخيرة، يعني كأنما المصل بيمنع الاثنين، بيمنع في الأساس أولا الشخص الحامل عدوى من إطلاق العدوى، دي أساسا. طب ثانيا نمرة اثنين بعدها بكتير، بيمنع استنشاق العدوى بالناس السليم. يبقى الأساس بيمنع إطلاق العدوى، إطلاق العدوى وأقل استنشاق العدوى.
وعليه فالحل الأمثل إن جميعنا نبقى لابسين ماسكات. أتمنى أكون وضحتها. إنما حضرتك لابس ماسك والناس تانية مش لابسة، لا، هيدخل لك العدوى من الفتحات، وخصوصا لو كان في شنب وداء. الماسك أساسا بيكتم الشخص اللي حامل العدوى، بيمنع انتقال الفيروسات، فهو يحمي الآخر أولا ثم حضرتك ثانيا، إنه بيمنع الإطلاق أولا ثم يمنع الاستنشاق. أتمنى أكون وضحت الفكرة. طيب تاني حاجة، زي ما قلنا طبعا التباعد الاجتماعي، كانوا بيصروا على 2 متر، فاهم ليه؟ عشان الإفرازات اللي شايفينها بالعين بتمشي 2 متر، لكن طبعا أكتر 2 متر كويس، لأن احنا قلنا إن الرذاذ الغير مرئي اللي بيبقى عالق في الجو لمدة 3 ساعات ده بيمشي 8 متر، فكلما تباعدت أكتر يبقى أحسن. 3، حضرتك لما تفكر تخرج وتتفسح أفضل تروح للأماكن المفتوحة، شاطئ، حديقة، حتى ما تروح مطعم، تروح كافيه، تقعد بره أحسن طبعا. ولو اضطريت تدخل لمصلحة في مكان مغلق، أو قاعد حتى ببيتك، أو قاعد في كافيه جوه، تقعد أقل فترة ممكنة وتحاول تهوي هذا المكان. يعني حتى ببيتك افتح الشبابيك، شغل مراوح، يبقى الأماكن المفتوحة، ونقعد أقل وقت في الأماكن المغلقة ونخليها جيدة للتهوية. ثم الرابع حاجة قلناها مليون مرة، اللي هي العادات التنفسية الصحية، اللي لما حضرتك تعطس أو تكح حماية للآخر، تكح أو تعطس في كوعك أو تحط تيشو، وطبعا الأفضل تبقى لابس ماسك خلاص، وقلنا تغسل إيديك مجددا بالماء الدافئ والصابون لما لا يقل عن 20 ثانية، وكل شوية تستخدم سانيتايزرز، وما تلمس سطوح وتلمس بعد كده وجهك، اللي هو خاصة الفم والأنف والعين. دي العادات التنفسية الصحية. في الحلقة بتاعت النهاردة أنا عاوز أقول حاجة مهمة جدا. سألني كثير من الأصدقاء في سياحة، والسياحة تحتاج الانتقال بالطائرات، ومن غير سياحة الناس محتاجة تركب طائرات. كتير من أصدقائي سألوني بالنسبة للطائرة نعمل إيه. قبل ما أقول بالنسبة للطائرة نعمل إيه، أنا كنت قدمت اقتراح لوزير النقل هنا ولإير كندا. أنا سعيد جدا إن هذا الاقتراح أخذ به الصين ودولة الإمارات العربية، إن مش هتركب طيارة رايحة للصين إلا إذا كنت عامل مسحة أنفية البي سي آر تقول إن أنت غير حامل للفيروس. هو ده الحاجة اللي تخلينا نركب الطيارة آمنين، إن كل الناس اللي راكبة غير حاملة العدوى. حصل هذا الكلام في الصين وفي دولة الإمارات. نيجي بقى نفرض في الحاجات التانية اللي مش حاصل، حضرتك مضطر تركب طيارة، تعمل إيه؟ 5 حاجات. حب النظام جدا. 1، انت دلوقتي عاوز تحمي روحك اساسا، كلنا لابسين ماسك بس عاوز تحمي روحك اكتر، لان احنا مكان مغلق وعديم التهويه، مش غير جيد التهويه. قلنا من هو الافضل، ما تلبسليش بقى السيرجيكال ماسك، لا، تلبس لي N95 وتحبكه جيدا من فوق الحته المعدن دي كويس، وقلنا يفضل ما يبقاش عندك شنب ولا دق عشان يبقى حابب جيدا. دي نمرة 1. دي مش كفاية، انت ممكن تاخد العدوى من عينك، يبقى لازم تلبس نظارة. النظارة دي لازم تحمي عينك من الامام ومن الجنب، يعني زي نظارات الغطس كده. طب والافضل منها ان حضرتك تجيب الماسك الواقي ده مع يعني ايه، يعني اللي هو الفيس شيلد، اللي هو البلاستيك ده، بالاضافة الماسك، يعني الماسك ودي فوقيها تحمي عينيك، وحتى تدي طبقة تاني قدام الماسك. دي اول حاجة تعملها من 5. نمرة 2، حضرتك في الطيارة في قطعة كده بتطلع تكييف فوق، تفتحها على الاخر وتوجهها لوشك، ما تقفلهاش. ليه؟ الهواء اللي جاي من التكييف ده مر بمرشحات يعني جيدة جدا، ترشح كل الفيروسات، فيبقى الهواء اللي جاي لك ده هواء نقي. طب لو في هواء فيه فيروسات في الطيارة، في واحد معانا معدي او اسف بيعدي، الهواء اللي نازل باندفاع ده النقي من التكييف اللي انت فاتحه على الاخر وموجهه لوجهك، هياخد الفيروسات دي وينزل بيها لتحت. يبقى دي تاني حاجة تعملها. تالت حاجة، انك انت انهي احسن مقعد، ما تاخدش المقعد اللي في النص، وما تاخدش المقاعد اللي بجوار التواليت، لان في التواليت طبعا كل شوية بيفلاش تواليت، فده ممكن يعمل رزاز للتنفسي. ما تاخدش المقعد اللي في النص، تبقى محشور بين 2، اقرب ل2،
وما تاخدش المقاعد اللي جنب التوالتات. نمرة 4، معلش مش عاوزين مع الاعتذار دناوة، ما تاكلش في الطيارة، تشرب بس. واحد يقول لي ما اكلش، انك لو كلت لازم هتقلع الماسك، واحنا مش عاوزينك تقلع الماسك، تشرب فقط. وحتى خد بالك وانت بتشرب تبقى جاهز بالإزازة، تشيل الماسك تشرب من غير ما تاخد نفس، وبعدين ترجع الماسك تاني. وطبعا احنا بندرس طلبة في اثناء الشرب، في اثناء الشرب النفس بيتوقف، بس ما تقعدش تقلع الماسك وتقعد 5 دقايق تنفس وبعدين تشرب. انت مجهز ازازتك، تقلع تشرب ترجع الماسك تاني، وانت بتشرب مفيش تنفس. نمرة 5 والاخيرة، لا تجوال، ما تقعدش بقى تتجول في الطيارة. طب واحد يقول انا خاف يجيني جلطات، انا بمشي عشان ما يحصليش جلطات، احرك رجليك واعمل تمرينات برجليك تحت يعني من غير ما تمشي وتتجول. وطبعا افضل شيء في الانتقال هو عدم استخدام اي مواصلات عامة، افضل شيء اذا كان متاح، لان عارف انه مش متاح لكثير من الناس، هو الانتقال بسيارة خاصة او بدراجة او تمشي. وطبعا قلنا الاماكن المفتوحة. ده بالنسبة للاصحاء. نيجي بالنسبة للمرضى. قلنا ازاي انت هتعرف ان انت مريض؟ في 4 اعراض شائعة و4 اعراض غير شائعة. النظام 4 اعراض شائعة: ارتفاع في درجة الحرارة، كحة جافة، ضيق في النفس، وبعدين آلام. بقى الآلام دي ممكن تبقى في كل الجسم، ساعات ناس يقول لك حاسس ان قطر كان فات عليا، صداع رهيب، حرقان في الزور. دي الأربعة المشهورة. طب الأربعة الغير الشائعة: فقدان حاسة الشم والتذوق، لأن الفيروس بيمسك في المستقبلات اللي موجودة في الحتت دي، غثيان نفس يعني مل القيء نمرة 2، إسهال نمرة 3، طفح جلدي غالبا في الأطفال نمرة 4. طب والتشخيص؟ قلنا ما تضيعش فلوسك في تجارب معملية بلاش قيمة. تشخيص يا إما PCR مسحة أنفية عميقة نشوف الفيروس، أو لو عندك كحة أو صعوبة في النفس نعمل لك أشعة على الصدر على الرئتين تبين على الناحيتين في باتشز، في بقع شكلها زي الإزاز الإنجليزي، ground glass appearance. وأنا بقول إذا ما كانش التحاليل دي بالمجان يعني بتعملها الدولة بلاش لازمة، لأنها مش هتفرق في العلاج، لأن أساسا ما فيش علاج، فما تعملهاش إلا إذا كان بالمجان. طيب افرض حضرتك خلاص عرفت أنك أنت عندك الأعراض، أو عملت وتأكدت بالمجان PCR أو الأشعة على الصدر، وغير كده قلت ما تضيعش فلوسك. بنعالج الأعراض، يعني عندك ارتفاع في الحرارة بتاخد خفض للحرارة باستمرار، عندك إسهال تاخد حاجة تضاد الإسهال، وطبعا عشان تقوي المناعة قلنا بناخد فيتامين دي فقط، ليس فيتامين سي وليس الزنك، ده كلام فارغ لا أساس علمي له. فيتامين دي 1000 وحدة في الصيف في اليوم، 2000 وحدة في اليوم في الشتاء، لو انت مصاب تاخد 3000 وحدة. طب هل في علاجات؟ ما اقولها باختصار، ما احنا قلنا ما قل ودل، خلاصة الكلام ما فيش غير علاجين النهاردة: الدكساميثازون كورتيزول مضاد للالتهاب، ومضادات التجلط، لان هم دول اهم سببين بيعملوا وفاة. وجدوا انه الناس اللي هي محطوطة على فنتليتور لما بتاخد دكساميثازون او بتاخد انتيكو اجلان نسبة الوفيات بتقل بنسبة التولس. طب هل تروح مستشفى؟ ده سؤال مهم جدا. لا ما تروحش. تروح مستشفى تعمل ايه؟ ده 80% من الحالات اعراض طفيفة خالص. حضرتك تعزل روحك في البيت. طب اعزل روحي لمدة قد ايه؟ لمدة 2 اسبوع، لان الشخص اللي جات له العدوى بيبقى قابل ان يعدي الاخرين يفتكر الاتنينات، 2 قبل ظهور الاعراض، 2 بعد ظهور الاعراض، واكتر 2 بيعدي فيها الناس اول 2، يبقى 2 قبل 2 بعده، أكتر 2 فاقعد في البيت على الأقل 2 أو أحسن حتى زوال الأعراض تماما. طب واللي شافوك المخالطين ليك برضو يتعزلوا 2؟ ليه 2؟ قلنا إن فترة الحضانة من 2 إلى 2، لكن غالبا بتحدث الإصابة في 5 إلى 9. يبقى باختصار شديد المصاب والمخالطين عزل تام لمدة 2. طب امتى اروح المستشفى؟ فقط اديني بقوله لو عندك ضيق في التنفس، لان هنا انت محتاج اكسجين او فنتليتور، وطبعا ده مش متوفر غير غالبا في المستشفى. ان كان الاكسجين ممكن يبقى متوفر في البيت، بس الفنتليتور في المستشفى على وجه التحديد في وحدات الرعايه المركزه.
فده فقط امتى تروح المستشفى. انما ليه تروح المستشفى وتدفع فلوس، ومش بس تدفع فلوس وتحط ضغط على النظام الصحي في البلد اللي انت فيها، وانت 80% من الناس بتبقى اعراض طفيفة جدا، عزل عزل اسبوعين لك والمخالطين. برضو بنقول نسبة الوفاة في اقصى تقدير 1%. وليه بقول؟ لان على فكرة في حالات كتيرة جدا لا اعراض، مش يعني اسيمتوماتيك، مفيش سيمتوم خالص، خدوا مناعة من غير اي سيمتوم. فعدد الناس اللي بتاخد العدوى ويتوفاهم الله يقل عن 1%. لا، وبقولها وطمنكم، مش كل واحد يصاب بالكوفيد 19 يجي له هلع ويتصور ان كده تبقى انتهى. 1% فقط هما اللي بيتوفاهم الله. حتى قلنا خاصة في كبار السن من اللي عندهم امراض مزمنة، وقلنا بالنسبة للاطفال بشرة جيدة حتى ليها بتتيح في كل الدول دلوقتي عاوزين يفتحوا المدارس، ان الاطفال يعني احتمال ان هم يجي لهم العدوى او يعدوا نادر جدا، ما بقولش معدوم، ما فيش عندنا حاجة في المطلق، قليل جدا ان طفل يصاب او يصيب الاخرين، ودي حاجة جميلة. وفي النهاية اسهل الله لكم ولافراد الجيش الابيض دوام الصحة وزوال الغمة، وإلى أن ألقاكم مجددا أستودعكم الله وأشكركم على حسن متابعتكم. شكرا.